يا مع معاذ خلو. البداية من اجتماع رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسهل مع الحكام المشاركين في دورة التحكيم في الرياض التي أكد فيها على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الحكم السعودي والكلام بعد كثرة الجدل حول الفار واعتراضات الأندية على قرارات التحكيم. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قرار زيادة عدد التغييرات خلال المباريات إلى 5 سيستمر في الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد أن اتخذ الفيفا قراراً بالسماح للاتحادات القارية والأهلية بتمديد العمل بهذا القرار طوال عام 2021، لكنه لم يجبرها على تنفيذه. عقوبات مشددة على مخالفي نظام حقوق الملكية الفكرية للأندية، والقرار صادر من وزارة الرياضة السعودية ولو أنها لم توضح صيغة تلك العقوبات. غرمت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي التعاون وألزمته بدفع 20,000 ريال بسبب حسم قضية الإساءة الإعلامية للاعب النادي عبد المجيد الصوات بحق نادي الاتحاد، فيما أنهت إدارة السكري التعاقد مع المهاجم السنغالي ساني قادما من سوشو الفرنسي. في اليوم العالمي للأسد لا يمكننا نسيان ذلك الاحتفال المميز من الأولمبي والتغريدة من حساب نادي أولمبيك مارسيليا احتفاء بنجمهم السابق غوميز مهاجم الهلال السعودي. نبقى في الهلال، وقبل لقاء الفريق مع الفتح أعلنت الإدارة الزرقاء عن جاهزية ملعب الجامعة لتطبيق جميع البروتوكولات الصحية والطبية للحماية من فيروس كورونا 19. في ذات السياق، دهم فيروس كورونا أسوار نادي المصري البورسعيدي بعد أن أكدت اللجنة الطبية إصابة 23 لاعبا وإداريا بالفيروس، مما دفع بالإدارة لتقديم طلب تأجيل مباراتهم القادمة ضد حرس الحدود.